عفوا بس انت شو عم تعملي بالغرفه؟ عم ضب لك اغراضك. ليش بقى؟ لانك رح تروحي من البيت. خدي، لقيت لك مدينه جامعيه خاصه وهي عنوانها. شكرا كثير ست اقبال. انا ما عملت هالشي كرمالك، بدي اياكي تطلعي من البيت وبتصور، هي احسن طريقه، ولا انا غلطانه؟ رح اطلع بس بالاول لازم شوف الدكتور بكري قبل ما اروح. بدك تروحي من هون ومن غير ما تحكي مع حدا، وبتمنى ارجع المساء وما لاقيكي هون بالبيت. بس انا اعملي مثل ما عم اقول، ولا مفكره حالك بتستاهلي احسن من هيك؟ تفضلي، لازم تكوني فهمتي اني عم بحكي عن جد. مثل ما بدك ست اقبال. وما بدي اياكي تقولي شي لبكري، ما بدي اياه يشفق عليكي، وهالكلام لازم يضل بيناتنا، يا اما رح تندمي. فهمتي علي؟ فهمت. تقدري تروحي من وشي وما تخافي، رح ابعث لك مصاري كل اول شهر، المهم انك تضلي بعيده عن حياتنا. مرحبا، كيفكن اليوم؟ بكري خير، شو هالموضوع المهم اللي جمعتنا مشانه اليوم؟ أليس بغرفتها؟ ما بعرف. لين، قومي نادي لأليس خليها تنزل لهون بسرعة، وعلى فكرة الموضوع بهمها إلا بالدرجة الأولى. وأنا شو دخلني فيها؟ ليك رفيق العزيز قاعد معنا، خليه نادي لها. قوم أوس، نادي لرفيقتك. ومين اللي قالك إنه هي رفيقتي؟ عفوا، يمكن حبيبتك. يا بنت، انتبهي منيح للي عم تقوليه، واحد منكم يقوم ينادي لها فورا. بكري بيك، أليس طلعت قبل شوي. لوين راحت؟ وليش طلعت؟ بابا أنا بعرف لوين راحت أليس، شفت ماما عم تلعها من البيت وقالت لها روحي على المدينة الجامعية. إقبال؟
لوين رايحة؟ على كوتاهيا. أليس وقفي شوي، لحظة وقفي. أمك مو هنيك، شو بدك تروحي تعملي؟ صح أمي مو هنيك، بس في جيران بيعاملوني كتير منيح، وأمي إذا عرفت إني رجعت بترجع. طولي بالك مجد، بهالمكان ما عاد عيش ولا لحظة. لحالك ما بدك.